انا غلطت ومش عارف اللي حصل حصل ازاي. هلا صح، مش مهم. جاوب على سؤالي. هي كم مرة؟ كفاية. ما أحب أعرف كنت مغفلة لغاية فين؟ أرجوك كفاية. أنت مش غبي يا عمر، دي مش غلطة. أنت خططت وقررت مرة واتنين وعشرة. كنت بتصيف مع الهانم، كل ما اسألك عمر ليه الغردقة كل شوية؟ ريسيرش الرواية كلها حجك عشان تروح تشوف الهانم بتاعتك. انت مش غبي، انا اللي غبية. مش متخيل ان انا كنت غبيه للدرجه دي. ماما ايه ده انتوا قاعدين في الضلمه كده ليه؟ بالراحه عليها، انا هو لسه تعبان. الحمد لله، انا الحمد لله انا كويس. طب الدكتور قال ايه؟ مفيش ناقص فيتامينز، هياكل هيبقى كويس، مش قصه يعني. محنون حبيبتي، يلا يا روحي عشان نروح نغير هدوم. حصل ده مش ذنبي كمان. ازاي يعني مش ذنبي؟ ليلى عيلة، لو هي غلطت احنا غلطنا اكتر منها الف مرة. انا اللي غلطان، انا اللي ما كنتش اب كويس بقالي فترة طويلة. ابعد مع الولاد ولا بركز معهم كفاية. كلنا كنا تعبانين الفترة اللي فاتت. معلش غلطتي برضه، لازم اتحمل مسؤوليتي عن فشلهم. في حاجه كمان لازم اقولها لك، انا بقالي فتره بكذب عليك يا ما، والاوحش اني بكذب على نفسي كمان. مش هقدر اكمل. مش هتقدر تكمل في ايه؟ مش فاهم. اعتقد لازم نسيب بعض. نسيب بعض؟ احنا ما بقيناش عايزين نفس الحاجات يا ما. لا ثانية واحدة، ما تقولش احنا دي خالص. يا ريت تتكلم عن نفسك، انا ما تحطنيش معاك في جمله مفيده خالص. احنا كنا كويسين لغايه ما انت عملت عملتك القذره دي. اسمعيني يا ما، انت ام اولادي وقضينا مع بعض نص عمرنا، ما اقدرش اخبي عليكي اكتر من كده. لازم أصرحك، دي أقل حاجة تستاهليها. أنا طبعاً هفضل موجود لحد ما نشوف هنحل موضوع ليلى إزاي، وأي حاجة عايزاها مني أنا تحت أمرك. إذا تحبي نروح لدكتورة هدى تساعدنا إزاي نحكي الولاد، أنا ما عنديش مانع. لا 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 خالص خالص، أنا عايز حاجة واحدة بس، عايزك تمشي وتسيب البيت حالك. مش عايزة تقولي لي حاجة تانية؟ لا يا عمر، عايزك تمشي وتسيب البيت حالا.
هنا في بيتي في اوضتي. انا ما شفتش اكثر منك. انت متخيل كان موقفي ايه والست بتكلمني في التليفون تقولي هو جوزك ليه كان بيتخانق تحت بيتنا واحنا مسافرين؟ انت مش عارف انا كنت حاسه بايه وانا عماله اترجى الست انها تمسح الفيديو ولا تديهولنا اكننا عاملين عامله سودة. خلاص يا ما اللي حصل حصل. شفت الولد دم غلي في عروقي ضربته واعمل ايه؟ اخده بالحضن؟ لا برافو انت كده بقيت بطل ونديلك جايزه الاب المثالي كمان. شفت الولد رحت ضربه مع انك تاني يوم جيت قلت لي اصل انا بحب واحده تانيه وعايزه اسيب البيت. وانا رحت لوحدي للدكتور مع ليلى وانا برضو اللي كنت معاها لما كانت بتاخد ما انا ما قلتش عايز اسيب البيت. انت اللي قلت لي امشي. ومع ذلك لو عايزين نقعد مع بعض ونرتب ونشوف هنعمل ايه نعمل كده. نرتب ايه؟ هو انت كنت متخيل ان انت بعد اللي قلته لي ادخل انام جنبك على السرير عادي اكن ما حصلش حاجه؟ بعدين ايه حكايه بقى المراهقه المتاخره دي؟ عادي؟ عادي ان انت تروح تحب واحده من الستودنتس بتوعك في الجامعه ويطردوك وانت لا فكرت لا فينا ولا في العيال ولا في منظرنا قدام الناس؟ عادي صح؟ ده انت حتى ما فكرتش تيجي تقولي. اولا مش ستودنت، معيده. ثانيا محدش رفضني. ثالثا ما زلت بقبض مرتبي وبدفع اللي بدفعه للولاد. يا بجحتك يا اخي، هو انت فاكر ان انا كل اللي فارق معايا انت بتدفع ايه وما بتدفعش ايه؟ ما مش عايز اخش في الكلام ده دلوقتي. على فكره ولا انا عايز ادخل في اي زفت. انا كل اللي عايز اعرفه حاجه واحده بس، انت ازاي تبقى عارف ان الجربوع ده هو اللي عمل كده مع ليلى وما تجيش تقول لي؟ انا بجد مش قادره اصدقك. انت امتى بقيت اناني للدرجه دي؟ انا اناني؟ اناني لما بتفكرش غير في نفسك. بتفكر في نفسك وفي الهانم بتاعتك هي وعيلتها طبعا، لانك عارف كويس قوي ان لو انا عرفت هخرب بيتهم. ما انت مش هتجيبيني هنا على ملا وشي وتقعديني قدامك زي الاطفال، ما تذنبيني احسن. الله اكرهيني يا ستي، قولي على اللي انت عايزاه، بس مش من حقك ابدا تقولي ان انا مش فارق معايا ولادي. لا من حقي. لما تسيبني انا والعيال عشان واحده جرسونه جربوعه زي دي يبقى من حقي. انت اللي مش من حقك تقولي ايه اللي من حقي وايه اللي مش من حقي. حاضر. أنا مش مسؤول لوحدي عن اللي وصلنا له. لو عايزة تطلقي دلوقتي نعمل كده. مين اللي قال إن أنا عايزة أطلق؟ مين اللي قالك إن أنا عايزة أطلق؟ أنا مش عايزة أطلق. أنا مش عايزة أطلق. مش عايزة أطلق؟ أمال عايزة إيه؟ عايزك ترجع البيت. توحشتني يا عمر. لا قادرة على الولاد ولا على البيت من غيرك. بقيت كارهة كل حاجة وانت مش موجود فيها. انت ما ادتنيش فرصة. انت ما جيتش قلت لي مها انا عايزة اغير حاجة. احنا محتاجين نغير حاجات في حياتنا. ما ادتنيش اي فرصة. انت رحت دورت عليها بره. انت ما جيتش اتكلمت معايا في اي حاجة. على فكرة أنا بروح لهدى مرتين في الأسبوع وعرفت كل عيوبي وعايزة أتغير وهتغير. طيب معلش أنا آسف. إيه دي يا ماما كل حاجة؟